الناس القليلين جدا اللي بيغطوا الطهي في مصر، وخصوصا لما تكون جريدة ليها شأن كبير وبتتخصص في الصحافة الطهوية. معنا أستاذ مدحت، هيكون في لقاء مثمر ما بيني وما بينه، هنتكلم فيه باستفاضة عن كل اللي بيحصل في الحدث ده وإيه اللي ممكن يحصل برا مصر. أهلا بيك أستاذ مدحت. أهلا بيك شيف. طيب خليني أطرح عليك سؤال دلوقتي، هل الصحافة الطهوية متخصصة لجزء معين من المجتمع، ولا الصحافة الطهوية دلوقتي منتشرة، يعني بحيث زي ما أنا ممكن أجيب جريدة يومية أقدر أتصفحها فبعرف فيها كل الأخبار، حضرتك متخصصين في الصحافة الطهوية بس، دي خاصة بالشيفات بس ولا خاصة للمجتمع ككل؟ لا احنا بنخاطب، احنا يعني الكاتيجوري بتاعنا متخصصين لمهنة الشيفس وما يترتب عليها بعد كده من مهن أخرى زي السياحة مثلا، لكن طبعا بنخاطب المجتمع كله، يعني بنخاطب المجتمع كله في مصر، وبعد فترة بقى لنا تواصل وامتداد بره مصر، يعني مثلا في إيطاليا في ميلانو، بما إن بعد فترة احنا بقينا ممثلين رسميين للاتحاد الدولي اللي بينظم بطولة كأس العالم في إيطاليا للحلواني والشوكولاتة والآيس كريم. بعدها بفترة برضو اجتهدنا إن احنا نتواصل مع المملكة المغربية، مع مجموعه رحال هي منسقه لكاس افريقيا للمخبوزات، اللي احنا بنحضر حاليا فريق منتخب مصر انه يطلع ان شاء الله في مارس اللي جاي ده، يمكن اول تنويه ليه، وعملنا تصفيات المرحله الاولى في الغردقه من اسبوع يعني يعتبر كده، وان شاء الله يعني نعمل حاجه كويسه هناك. وبنجهز برضو اللي بقالنا حوالي 7 شهور تدريبات لفريق منتخب مصر لكاس العالم اللي هيتلعب في ميلانو في ان شاء الله في معرض القادم في فييرا ميلانو في اكتوبر 2019. الصحافه الطهويه كان كونسبت مش معروف للناس كلها، كان الشيف اقصى حاجه ليه ان هو يعمل طبخه حلوه او بعمل طبق كويس عشان الناس تاكله. يعني الهدف بتاعنا ان احنا عايزين نوصل للناس ثقافه جديده ان مهنه الشيف مهنه مؤثره في المجتمع وفي الشخص وفي الحياه الاقتصاديه بشكل عام. طيب خليني اتنقل من السؤال بتاع حضرتك ده، البرامج الطهويه اللي بتقدمها ستات وبيقولوا وبيطرحوا على نفسهم شيفات، او البرامج الطهويه احنا مش هنتكلم عن شخص معين لكن احنا بنتكلم ان جنرال، البرامج الطهويه اللي بتقدمها ستات او ناس ما عندهاش خبره اكاديميه، ده بيضيف للناس ولا بيقلل من المهنه نفسها؟ هقول لحضرتك حاجه، لو هتتكلم بشكل مهني على المهنه فلا، هو ما فيش اضافه للمهنه ومش بيخاطب الشيف البروفيشن ده مبدئيا. انت اطلعي اعملي اللي انت عايزاه بشكل جميل وبشكل تلقائي والناس هتتقبله وهتعمله الكاريزما بتاعتك، بس في حدود ان انا دي خبرتي، انا دي معلوماتي، انا مش ذا شيف، وده مش عيب يعني، ده يعني في ايطاليا كده، في ايطاليا في ستات بيوت بيخشوا بيشتغلوا بس ما بيقولش على نفسه شيف، بياخد كورس بيتعلم بيتطور من نفسها لغايه لما تبقى شيف. ايه المشكله ان يبقى حتى يعني كل الستات شيفات؟ ما فيش مشكله خالص. يعني انا هاخد منك سبك كده صغير لسه ما حدش يعرفه، في مسابقه هتتعمل كبيره جدا للسخن، اتكلم عنها. هو بصراحه انا اول مره اتكلم عنها، لان هي في 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 دور التجهيز او التحضير، احنا عندنا الحمد لله في مجموعه فوكس ربنا وفق ان احنا نعمل تصفيات كاس افريقيا، منتخب مصر كاس افريقيا اللي هيلعب في كازابلانكا في مارس الجاي ان شاء الله، عملنا مرحله اولى في غردقه من اسبوع، يعني ان شاء الله باذن الله احتمال كبير ان احنا نتابع ده كله، وفي نفس الوقت ان احنا نغطي الحدث الاعلامي ده هيكون بالتنسيق. تشرفونا طبعا، احنا عندنا المرحله الثانيه لمنتخب مصر الكاس افريقيا للمخبوزات هتتلعب في شهر 11 اللي جاي في اوتيل كبير في الغردقه ان شاء الله. خلصنا المرحله الاولى من حوالي اسبوع، وبعدين هنبتدي تدريبات الفريق، عندنا في اكتوبر السنه الجايه كاس العالم للحلواني، السنه دي مليانه، وبنحضر للسنه الجديده الحاجه للمطبخ السخن، هتبقى انترناشونال ان شاء الله، تبقى حاجه يعني فيري بروفيشنال، محترمه جدا، هيبقى فيها تحدي او تنافس ما بين مصر وبين دول اخرى سواء عربيه او اوروبيه، اعتقد ان هي ان شاء الله تكون اضافه كويسه باذن الله. واعتقد كمان ان دي اول مره او اول مره الحدث ده يحصل في مصر. في مصر دي هتكون اول مره، وبعدين بنجهز ان شاء الله، بس ده هيبقى بعد سنه لبطوله العالم للطبخ بول بوكوس، اكبر بطولات العالم بالزبط. احنا بفضل الله في المجموعه فوكس اخذنا تكليف رسمي ان احنا هنجهز لفريق منتخب مصر لبطوله كاس العالم للطبخ اللي هو بول بوكوس اللي بتلعب في فيليون في فرنسا بالظبط. طيب احنا عايزين ناخد من كلمه اخيره من حضرتك توجهها للشيفات اللي هم لسه بيبتدوا حياتهم، بحكم خبرتك بحكم خبره الانترفيو اللي انت بتعملها كتير مع الناس وناس مخضرمين في المهنه، الشيف الصغير اللي لسه طالع،
هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. انا يعني هقول لك حاجه بسيطه جدا. انا عملت حوارات مع شيفس كتير, ميشلان ستار واحد واثنين وثلاثه. عملت حوارات يعني مع اشهر شيفات العالم بمختلف جنسياتهم. اخرهم كان في فرنسا, جبرائيل بياسون. ده حد معروف جدا طبعا. وكان ليا سؤال واحد لكل حد بسهوله, اليانج شيف او الشيف الشباب يعملوا ايه عشان يبقى زيك؟ طبعا كل واحد كان بيرد بثقافته وباسلوبه وبلغته, بس كان الاجماع على حاجه واحده, حب مهنتك قوي, اتطور فيها, يخلص ما تقفش ابدا عند معلومه وتقول انا وصلت خلاص لغايه هنا, انا كده خلاص, ان كده بدايه النهايه بالنسبه ليك. بالظبط. الناس واخدين ميشن ستار 2 و3, قال لي ما فيش فرق ما بين ميشن ستار وما بين اي حد, وما زال بيتعلم. انا بروح باخد كورسات وبتعلم, بشوف حاجه جديده. عندي شيف تامر زين في ايطاليا, نائب رئيس الاتحاد الدولي مصري معاه جنسيه ايطاليه, بيدرب اجانب, بيدرب ايطاليين مشرفين بره جدا بشكل مبهر وفي كل القطاعات. بتفاجئ ان هو بيدرب تحت ايده ايطاليين, بتفاجئ ان هو بيروح ياخد كورسات مثلا في سويسرا. بقول له تامر انت لغايه دلوقتي بتاخد كورسات ليه؟ قال لي في حاجه جديده ظهرت فبروح اتعلمها فبرجع اعلمها تاني. بالظبط. انا سعدت بلقاء حضرتك, لقاء مثمر. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. ان شاء الله لنا لقاءات تانيه.